رحب أرباب العمل بمقترح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إشراكهم في استغلال الأوقاف من خلال مشاريع يضبطها نموذج اقتصادي خاص وتذهب فوائده لأرباب العمل وللفقراء. محمد سعداوي. بمجرد إعلان وزارة الشؤون الدينية عن تحضير نموذج اقتصادي جديد لاستغلال أموال الوقف بالشراكة مع القطاع الخاص، رحب أرباب العمل بالفكرة. ففضلاً عن استفادته من المشاريع، النموذج ذو طابع اجتماعي، فجزء من فوائده يذهب للفقراء. الكونفدرالية الجزائرية أرباب العمل من اليوم راهي واجدة باش تشارك في هذا البرنامج، تشارك في هذا البرنامج بقوة. علاش؟ خاطرش يخص بارتيكوليرمون خاصة الناس اللي ما عندهمش. شكون الحابوت شنو هو؟ الحابوت هو الناس تاع معاونة للناس اللي ما عندهمش. من جانب آخر، ينتظر أرباب العمل أن يتم تحديد كيفية تطبيقه على أرض الواقع لاجتناب أي فشل. نقول بلي هذا الموقف جديد ويعطي وجه باش نعملوا مع بعض وباش نلحقوا النتيجه اللي راهي مطلوبه على طول الجزائر. 48 مكاتب ولايات راهم اليوم حاضرين باش نلاقيو الوزراء ولا الوزير بنفسه باش نشوفوا كيفاش نلحقوا برنامج تاع التطبيق. ويجدر بالذكر ان وزاره الشؤون الدينيه تواصل عمليه استرجاع الاوقاف التابعه لها منذ مده، وتمكنت بفضل ذلك من استرداد مئات الأملاك التي تبقى مجمدة بلا استغلال.